بتحرير الجيش الوطني لبعض المناطق المطلة على منطقة يعيس بمحافظة الضالع استعادت المنطقة شيئا من هدوئها، إلا أن حجم الدمار كان كارثيا، فمنازل المواطنين التي تعرضت لقصف الميليشيات والعبث بها أحالتها إلى خراب، وتحولت مساكنهم إلى متارس وثكنات عسكرية على مدى عامين ونصف. نطالب المنظمات الدولية باللفت الكريمة على هذه القرى، ولانه ما الميليشيات الحوثي ما خلى شيء لمقومات الحياه لكي يعيشوا في هذا المناطق. كساحه للحرب ومنطقه تماس ظلت يعيس طيله السنوات الماضيه هكذا، وهو ما تسبب بنزوح المواطنين وبقائهم بعيدا عن منطقتهم لسنوات. البيت مدمر، الخشب مدمرات، الحجار مدمرات، كل شيء مدمر، الاساسات مدمرات، ما معنا اي حاجه، ما عنا جالسين بالارض. ومع تحرير هذه المواقع بعثت القليل من الأمل لدى بعض الأسر، حيث تحاول العودة إلى مساكنها مجددا، لكن حجم الدمار لا يزال يلقي بظلاله على المنطقة بكاملها. حاولت الدخول إلى منزلهم الكامل هناك، فانفجر فيها هذا اللون، لعلك ترى مكان الانفجار والسيارة، وعلى ضوه نزلنا إلى هذا المكان وأخرجنا من بعده 7 ألغام. عشرات الأسر من أبناء يعيس فرت من جحيم الحرب وباتت نازحة خارج المنطقة، ومع تحرير المواقع يفكر النازحون بالعودة إلى منازلهم، بيد أن كلفة العودة أكثر من كلفة البقاء في مناطق النزوح، فالألغام ومخلفات الحرب لا تزال تقف عائقا في وجوههم. محمد مريسي، قناة الدوكيس، محافظة الضالع.